السلام عليكم تلاميذ الصف السادس الابتدائي. درسنا لهذا اليوم من مادة العلوم هي: ما المواد الشفافة وما المواد المحتمة؟ صفحة 164. ما المواد الشفافة وما المواد المحتمة؟ أقرأ وأتعلم الفكرة الرئيسية. تصنف المواد إلى ثلاثة أنواع وفقا لمرور الضوء من خلالها. إذا المواد تصنف إلى ثلاثة أنواع وفقا لمرور الضوء من خلالها، وهي المواد الشفافة وشبه الشفافة والمحتمة. المفردات: الشفافة، المحتمة، شبه الشفافة، خسوف القمر، كسوف الشمس. ما المواد الشفافة وما المواد المحتمة؟ تعلمت أن الضوء شكل من أشكال الطاقة، وأنه يسير بخطوط مستقيمة في جميع الاتجاهات. تعلمنا أن الضوء هو شكل من أشكال الطاقة، وأنه يسير بخطوط مستقيمة في جميع الاتجاهات. يمكنني أن أرى الأجسام بوضوح من خلال الزجاج الصافي. يعني يمكنني أن أرى الأجسام بوضوح من خلال الزجاج الصافي، ولا يمكنني أن أراها من خلال الجدار أو الورق المقوى أو الخشب أو المعدن. يعني الأجسام يمكن أن أراها بوضوح من خلال الزجاج الصافي، ولا يمكن أن أرى الأشياء من خلال الجدار أو الورق المقوى أو الخشب أو المعدن. فالزجاج الصافي وغيره من المواد التي يمر الضوء من خلالها تمكنني من رؤية الأجسام التي تقع خلفها. يعني الزجاج الصافي من خلاله، أو أمثال الزجاج الصافي التي يمر الضوء من خلالها، تمكنني من رؤية الأجسام التي خلفها، التي تقع خلفها بوضوح. وتسمى هذه المواد بالمواد الشفافة. تسمى هذه المواد بالمواد الشفافة. ما هي المواد الشفافة؟ تعريف المواد الشفافة: وهي المواد التي تسمح للضوء بالمرور من خلالها. إذن المواد الشفافة هي المواد التي تسمح بمرور الضوء تسمح للضوء بالمرور من خلالها، كما تظهر في جزء الصورة أدناه المشار إليه بالرمز أليف. أما الخشب والورق المقوى، الخشب أو الورق المقوى وغيره من المواد، فهي لا تسمح بمرور الضوء من خلالها، ولا يمكنني أن أرى الأجسام من خلالها. فهي مواد يطلق عليها مواد تجي كشكل فراغات أو تعريف. فهي مواد محتمة. إذن ما هي المواد المحتمة؟ نقول وهي المواد أو أي وهي المواد التي لا يمكن بمرور فهي وهي المواد التي لا تسمح بمرور الضوء من خلالها، ولا يمكنني أن أرى الأجسام من خلالها. فهي مواد معتمة، كما تظهر في جزء الصورة أدناه المشار إليه بالرمز جيم. وهناك مواد مثل الزجاج المحبب والبلاستيك. والبلاستيك تعدان من المواد شبه الشفافة، يعني لا شفاف ولا محتم، شبه الشفافة، كما تظهر في جزء الصورة أدنى المشار إليه بالرمز باء. وهي المواد، تعريف المواد شبه الشفافة، هي المواد التي تسمح بمرور بعض الضوء الساقط عليها، ويمكنني رؤية الأجسام من خلالها لكن بصورة غير واضحة وشبه شفافة. التفكير الناقد: لماذا لا يستطيع سائق السيارة أن يرى بوضوح في جو ضبابي؟ وذلك نقول لماذا لا يستطيع سائق السيارة أن يرى بوضوح في جو ضبابي؟ طبعا هذا الجو الضبابي لا يسمح بالرؤية، لا يسمح برؤية المواد من خلال الجو الضبابي، لا يسمح يعني تصبح الرؤية غير واضحة بالجو الضبابي. لماذا يعجز الزجاج المحبب من المواد شبه الشفافة؟ وذلك وهي المواد التي تسمح مرور بعض الضوء الساقط عليها. المواد شبه الشفافة وهي المواد التي تسمح بمرور بعض الضوء الساقط عليها، ويمكن رؤية الأجسام خلالها لكن بصورة غير واضحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.